رضوى عاشور هي كاتبة وروائية مصرية تعرفت عليها في الجامعة بناء على مقترح صديقة لما قريت لها الطنطورية وثلاثية غرناطة وعجبت بكتاباتها جدا. كان الكتاب الجاي ده أقراه لها اللي هو حاليا بقرا فيه هو أثقل من رضوى اللي هو مقتطفات من سيرة ذاتية. هنا في نقطتين ده أتكلم عنهم. النقطة الأولى إنه الكتاب بيوثق بشكل كبير للثورة المصرية في سنينها الأولى، والثاني التشابه ما بين الثورة المصرية والسودانية، وكأنه إحنا زحينا كل الحدود وبقت دي منطقة جغرافية كبيرة بتشاركوا فيها الشعوب الآلام والأحلام والمقاومة. الحاجة الثانية إنه الطريقة اللي استخدمتها رضوى في إنها تعبر عن الأدوار المختلفة اللي بتقوم بها في الحياة، كأستاذة كانت بتدرس في جامعة عين شمس، ككاتبة لأنها كاتبة وروائية، كمواطنة بتشارك في العمل العام بالطريقة اللي بتقدر عليها، وكإنسانة مهتمة بمنزلها لأنها كانت زوجة الأديب الفلسطيني مريد البرغوثي وأم الشاعر الفلسطيني المصري تميم البرغوثي.